أسبوع جديد وبداية جديدة لجولاتي ما تبقى نحاول فيها استطاعتنا الإحاطة بأهم قصص سوريا. حياكم الله. اتهمت الأمم المتحدة بتمويل الأسد من خلاله وعوقب مالكه أمريكياً. فور سيزون العالمية تسحب علامتها التجارية من فندقها في دمشق. ب35 مادة ستشمل من هب ودب، الإدارة الذاتية تصادق على قانون التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها. واليمين الألماني المتطرف يختار العنف والاغتيالات لمواجهة الهجرة، مظاهرات تطالب بحظره والحكومة تتوعده. سحبت شركة فور سيزون العالمية الكندية سحبت علامتها التجارية من فندقها بدمشق دون إبداء الأسباب الواضحة. اكتفت هذه الإدارة بشكر نفسها وشكر بعض العاملين على ما وصفته 14 عاما من العمل وسط ظروف صعبة. لطالما كان ما يدور داخل هذا الفندق محط أنظار الصحفيين. هذا هو الفور سيزون في دمشق، هذا هو نهر بردة بعد أن جف وأصبح يعني مجلبة لكميات هائلة من البعوض والذباب في قلب دمشق. هذا هو نهر بردة، سلام من صبا بردة أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق. هذا هو الفور سيزون، انتهت قصته. كان محط أنظار الصحفيين العالميين المتهمين بالتحقيق ببعض كواليس المذبحة السورية. ضد هذا الفندق كتبت أهم مذكرتين، الأولى لصحيفة الجارديان البريطانية التي انتهت في إحدى تحقيقاتها إلى أن الأمم المتحدة التي أقامت فيه لسنوات طوال، الأمم المتحدة مسؤولو الأمم المتحدة يحبون شرفات هذا الفندق، يحبونه كثيرا، يحبون مطاعم البوليفارد في مطاعم مجمع البوليفارد، وهذه أيضا أغفلت يعني أول العام الفائت. صرفت ملايين الدولارات، ملايين الدولارات من قبل الأمم المتحدة على مشاريع تابعة لمقربين من النظام. الوثيقة الثانية كانت للخزانة الأمريكية التي ذهبت مباشرة إلى الرأس، فرضت عقوبات على مالكه السيد التاجر سامر الفوز الذي سيحوله ربما إلى فوز سيزون، ربما يعني من فور سيزون إلى فوز سيزون، ربما جائزة.
الأمم المتحدة تدفع لسيد سامر الفور 26 ألف دولار في الليلة الواحدة، مبالغ مهولة المدفوعة لرجل الأعمال سامر الفوز. عموما الحديث عن حول هذه القصة معنا عبر السكايب من ستراسبورغ الأستاذ والخبير الاقتصادي يونس الكريم. أستاذ يونس مساء الخير، ما الذي يعنيه قانونيا وتجاريا أن تقوم الفور سيزون الأم بسحب علامتها التجارية من فرعها في دمشق؟ بالحقيقة سحب الشركة الأم لإدارة الفندق فور سيزن، تحول يعني فور سيزن لأي بناء آخر قد يكون راقي بحكم البناء الحديث الأساس لا أكثر، الآن يفقد ثقة رجال الأعمال بالخدمات المقدمة من هذا الفندق، حيث أن فور سيزن الشركة الكندية هي التي كانت تقوم بإدارة كل داخل مع الفندق داخل مملكة هذا الفندق، بحيث تهتم براحة الزبائن بأمان الزبائن بكل احتياجاتهم. الآن تبقى شيء بمهب الريح، قد تكون الإدارة جيدة أو غير جيدة، أي تفقد الثقة بمن يدير هذه المنشأة، وبالتالي يفقد الفور سيزن أكثر من 80% من قيمته السوقية، من قيمته الإسمية، من كل شيء آخر، كون أن رجال الأعمال الزبائن المحتملين لهذا المنشأة الآن لم يعد يهتموا به ولا هم غير مستعدين للدفع تلك المبالغ مقابل خدمات مجهولة. طيب ممكن يعني النظام من خلال سامر الفوز يستخدم شركات لتتعهد وتقوم بالخدمة عالمية أخرى مرموقة معروفة ويتجاوز الموقف؟ الآن الشركة الكندية يعني هي بطول الحياة التجارية الشركات الكندية هي أبعد ما تكون عن المظلة الأمريكية، فعندما تتخذ الشركة الكندية هذا الأمر يعني الأمور متطورة ومتصاعدة باتجاه حصر النظام ومحاصرته الآن، وبالتالي يستطيع طبعا سامر فوز أن يأتي بشركات من روسيا من هند من الصين من كثير من الشركات، لكن يا هل ترى هل ستكون لها نفس المصداقية؟ هل شركات أو منظمات الأمم المتحدة هل ستبقى بهذا المكان وسوف تدفع على الأقل 487 أو 500 يورو مقابل ليلة هاي مينيموم؟ هل هي مستعدة لدفعها بمكان عام؟ وخاصة أنه الآن غدت كل دمشق مكان آمن بتعريف الأمم المتحدة، كون أنه النزاع نقل إلى الشمال سوريا، وبالتالي هم كانوا يأخذون فور سيزن كون أنه هو فندق 5 نجوم، خدمات الشركة عالمية مما تعطي الأمان والراحة والثقة لموظفيها. الآن هل هي مستعدة لتدفع مقابل شركة محلية تدير المنشأة؟ فندق شام على سبيل المثال هي 5 نجوم بتصنيف السوريين، لكن بتصنيف هي بالأساس لم تكن في الشيراتون، لماذا انتقلت من الشيراتون إلى الفور سيزن؟ الشيراتون حسب ما طبعا هم حسب ما صرحوا أنه جاءت قذيفة إلى المسبح وقذيفة في غرفة الغرفة، لكن الحقيقة ليس هكذا، هم أرادوا أن تصل الكامل الأموال، هي عبارة عن اتفاقات برنامج الغذاء العالمي المعروف بمهامه داخل سوريا على علاقة قوية جدا جدا مع وزارة الخارجية مع الأجهزة الأمنية مع الأمن العسكري، أنا قابلتهم العديد من المرات قبل اعتقالي بالفور سيزن، هم صرحوا مباشرة أن إذا أرادوا التعاقد مع شركتي أن أذهب وآتي بموافقات أمنية ومن وزارة ومن وزير الخارجية حصرا، وبالتالي هذا الأمر كل الانتقال كان هو عبارة عن تغطية لإيصال الأموال إلى النظام. على أستاذ يونس لو سمحت لي، ما الذي قال لك هذا الأمر اذهب وآتي بالموافقات الأمنية من مخابرات النظام؟ ثلاثة الرؤساء بمنظمة برنامج الغذاء العالمي كون أنهم أتوا إلى مكتبي إلى شركتي وطلبوا التعاقد معي لإجراء الإحصاءات والدراسات حول المنطقة الشرقية وتمتد إلى حتى دمشق وسوريا، كون أن الأمور أصبحت خطيرة على موظفية والموظف في حال إصابته يكلفها الكثير، هو عملية نقل المخاطرة إلى جهة ثالثة، وكانت هذه الجهة هي مكتبي او شركتي للدراسات، وكثير هم يعني ترددوا كثير حتى انا وافقت للقبول بهذا العقد. عندما سافرت الى دمشق طبعا انا كنت مكتبي بذاك الوقت بشمال شرق سوريا،
تفضل. طيب استاذ يونس الكريم، الان الفور سيزون، هل يعني بعد انفضاح المبالغ والعقوبات الامريكيه، هل من المتوقع ان تقوم باي رد فعل اخر، ان تصدر اي امر؟ هل يعتبر هذا الامر فضيحه لها؟ لا لا اعتقد، لان يعني صراحه هم الان بعد الغائها اصبحوا الان بالعكس انهم التزموا بالعقوبات الامريكيه، رغم انه 2 أعوام من القتل والتدمير لم يهتموا بهذا الامر. الان هي عمليه رسالات نحو النظام لتقديم تنازلات بعده. طيب هل تعتقد هناك شركات ايضا غربيه اخرى في سوريا ممكن ان يعني تفعل نفس الفعل، فعله الفور سيزون؟ عملت مع سامر فوز بالتحديد على سبيل المثال، شركة الألمانية المتعاقدة مع التزويد بمعمل الحديد على ما أعتقد، تم إنجاز المعمل ب20 يوم وهو رقم قياسي جدا جدا قبل أن تصدر العقوبات، وبالتالي هناك فعلا قوة للفرض هذه العقوبات على النظام لإعادة هيكلته، لإعادة إجبار على حل سياسي بشكل أو بآخر. وبالتالي الشركات الأوروبية لوضع الاقتصادي المربك أصبحت تنجز المهام بسرعة، لكن هذا الأمر الآن بات خطير. الآن معظم خطورة العقوبات الآن بما يخص فور سيزن هي كالتالي: أولا منع دمشق من تحول إلى ملاذ ضريبي آمن كدبي، لأن الشركات الكبيرة التي تهتم بالزبائن، التي لديها زبائن وثقة من زبائنها، الآن تنسحب من دمشق، وبالتالي هذه الأبنية الفارهة غير قابلة للبيع، لكون أن الذي يتم إدارتهم هم أشخاص محليين متهمين بجرائم حرب، وبالتالي الآن تخسر زبائن، ممكن الزبائن المحتملين للمشاريع. وبالتالي جميع خطط إعادة الأعمار لدمشق بما يخص النظام الآن هي بوضع محرج جدا جدا. الآن يستطيع لدي النظام عدة حلول، لكن أعتقد أن النظام سوف يمنح سامر فوز من 3 إلى 6 أشهر لحل المشكلة مع شركة فور سيزون، كما فعل رجال أعمال الآخرين عندما فرضت العقوبات. هل يمكن باختصار شديد يونس الكريم، هل يمكن أن يستطيع سامر فوز على حل المشكلة مع فور سيزون؟ ممكن بمكتب محاماة قوي جدا، وإذا كان يملك علاقات حقيقية. إن لم يكن لديه علاقات حقيقية مع رجال أعمال معروفين عالميا، أعتقد أنه سوف يغادر الإعلام نهائيا، يأتي أشخاص آخرين يديروا فور سيزون. شكرا جزيلا لك الأستاذ يونس الكريم، كنت معي عبر السكايب من ستراسبورغ، شكرا جزيلا لك. رسميا صادق المجلس العام في الإدارة الذاتية، صادق على قانون التجنيد الإجباري المسمى الدفاع الذاتي ب 35 مادة حددت بموجبها شروط الخدمة في قواتها العسكرية. 35 مادة تحددت بموجبها شروط الخدمة والتأجيل والإعفاء وجميع القوانين الخاصة بالمكلفين والمشمولين بالتجنيد الإجباري في مناطق الرفاق في الإدارة الذاتية. ينص هذا القانون على اعتبار المكلف بالخدمة الإلزامية بمن بلغ السن القانوني والمقيم في تلك المنطقة لأكثر من 5 سنوات من حملة الجنسية السورية، إضافة للأجانب ومكتومي القيد كذلك. ما تبقى عن بنود هذا القانون في العرض التالي.
تزامنا مع هذا القرار أصدرت الإدارة الذاتية في الحسكة أصدرت قرارا آخر يقضي بضرورة مراجعة جميع الموظفين لديها ممن لم يقوموا بأداء الخدمة الذاتية مركز واجب الدفاع الذاتي لتسوية أوضاعهم. بالتجنيد أو التجميد تخير الإدارة الذاتية الموظفين المدنيين لديها، تمنحهم فرصة لمراجعة مراكز الدفاع الذاتي بشكل إجباري على أن يتم فصل وملاحقة من لا يرغب بالانتساب للخدمة. هذه القوات تتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفقاً لهيومان رايتس ووتش. من هذه الجرائم مثلاً تجنيد أطفال، تهجير مدنيين، ارتكاب عمليات قتل خارج إطار القانون. إلى العنف الدامي لجأ اليمين الألماني المتطرف ضد سياسة الأحزاب المؤيدة لاستقبال اللاجئين. العنف هنا يعني عمليات اغتيال، تهديدات بالقتل طالت مسؤولين رسميين وسياسيين وشخصيات عامة. بعد أيام على اغتيال فالتر لوبكا وهو رئيس بلدية مدينة كاسل الألمانية، بعد أيام من اغتياله حشدت 60 منظمة وحزب وتجمع نقابي، حشدوا كل هؤلاء، حشدوا مظاهرة ضخمة في كاسل نفسها لمواجهة الدموية والعنف الذي لجأ إليه اليمين المتطرف. المتظاهرون هنا نددوا بما يعرف بالنازيين الجدد، طالبوا بحظر جماعاتهم وملاحقة المتورطين منهم بقتل وتهديد المئات.
أنجيلا ميركل كانت ترتجف قبل أيام، ظهرت مع الرئيس الأوكراني، ارتجف كثير من أحرار العالم، هكذا يعني البعض يقول على ارتجاف أنجيلا ميركل. أنجيلا ميركل لها جمهور ليس فقط في ألمانيا، يعني جمهور عبر العالم، اللاجئون يحبون أنجيلا ميركل. البعض يقول يعني ليس لمواقفها، يعني ليست هي الأم تريزا، يعني لم تتحول إلى الأم تريزا، لكن مواقفها جيدة مع اللاجئين وجماعات اللاجئين عبر العالم والمؤيدة للاجئين، جماعات حقوقية عبر العالم تحب أنجيلا ميركل، لذلك علق البعض أن هذه الجماعات ارتجفت لارتجاف المرأة الحديدية أنجيلا ميركل للمرة الثانية عقب 9 سنوات من قولها لأول مرة. الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف يقول أن الإسلام جزء من ألمانيا وأن أركانه الخمسة تتوافق مع المجتمع الألماني بشكل جيد على حد تعبيره، ردا على النهج الذي اتخذه اليمين المتطرف في مواجهة موجات اللاجئين والمهاجرين. قال الرئيس الألماني إن بلاده تتقبل وجود عدد كبير من الأديان المختلفة على أراضيها ما دام أتباع هذه الديانات ملتزمون بقواعد صارمة يأتي في طليعتها الدستور الذي ينظم حياة المجتمع. النازيون الجدد ليس فقط في ألمانيا، في عموم أوروبا، لكن مركز قوتهم طبعا يعني في ألمانيا، يقول كثيرون أن أصدقائهم الحميميون من جماعة السيد، جماعة فدا صباط السيد المتواجدون في ألمانيا منذ زمن بعيد، أصدقائهم يعني للعظم، وكذلك جماعة النظام الموجودين في برلين أصدقائهم للعظم ويمدونهم بكثير من المعلومات. جماعة السيد حسن الحقيقة لم يتركوا فضيلة بحق اللاجئين، واللاجئين السوريين لم يتركوها على هذا الكوكب. افتتحت مديرية التربية والتعليم في حماة الحرة، افتتحت 9 مراكز لامتحانات شهادتي الإعدادية والثانوية شمال إدلب، وصل عدد الطلاب المقبلين لتقديم الامتحانات ما يقرب من 1200 طالب. مسافات طويلة قطعها الطلاب في اليوم الأول لوصولهم إلى مراكزهم الامتحانية، بعضهم من واجه صعوبة في حل الأسئلة وذلك إثر تراجعهم، يعني تركهم الدراسة بالآونة الأخيرة بسبب القصف المتواصل طبعا على القرى وكذلك مأساة النزوح. هؤلاء طلبة صف 9 بالتأكيد. ما هذه القصة؟ هذه قصة ذاك الطالب ينقل والله أعلم من عينيه، من لمعة عينيه. مع هذه القصة نكون قد وصلنا وإياكم لختام ما تبقى لهذا اليوم. غدا بإذن الله 9 مساء توقيت دمشق، ما تبقى جديد في أمان الله. كان هذا أول يوم للامتحانات،
هنالك إقبال جيد من بالنسبة لأبنائنا الطلبة على الامتحانات، لكن تواجههم الكثير من الصعوبات. معاناة سبب النزوح من سهل الغاب ومن الطامنة من جبل شحشبو من أماكن من كفر زيتة. بالنسبة للشهادات يعني كان الجدل عليها طويلا، لكن ما نشاهده في المحرر وما فتحت من جامعات وأقسام وكليات تثبت أن هذه الشهادات لها عمل في المحرر، فهي إنتاج المحرر وتعمل ويكمل الطالب دراسته في الجامعات في المحرر. أنا اسمي عبد الكريم الشيخ، نازح من سهل القاب من قرية الدقماق وقاعد في سلقين، وجيت لقدم في مركز قاط في مدرسة عقيل، وكانت تقدمت اجتماعيات وكانت كتير سهلة، بس والله تعذبنا حتى جينا لهون. أنا الطالب حمود أحمد الأحمن من قرية الهواش، عم بقدم فحص حاليا في قرية مدينة سقاط، وكنت محضر لها في قرية هنيك يعني، بس بسبب الوضاح والنزوح جينا هون على مدينة سقاط قدم الفحص، وأنا حاليا ساكن في مدينة حارم، وصعوبة يعني الجي والروحة على سقاط لنقدم الفحص، والحمد لله يعني الوضع تمام. أنا طالب تاسع تابع لتربية حمال حرة بقلعة المضيق، كانت مراكزنا ضمن قلعة المضيق، فبعد أن هجرنا إلى مناطق الشمال السوري افتتحت تربية حمال حرة عدة مراكز للطلاب الإعدادي والثانوي بجميع فروعها الأدبي والعلمي، والآن نحن نقدم أول يوم امتحان شهادة تعليم الأساسي الصف التاسع.